وترحيب غير عادي، ترحيب واضح وملموس وفي كل مناحيه وبكل أشكاله. الرئيس أجرى النشاط المكثف خلال زيارته الحالية إلى الهند، واللي جت من خلال دعوة سيادته كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية اللي بدأ من 75 سنة. تزامن ما بين احتفالات مصر والهند بالذكرى 75 على تدشين العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين الكبيرين. دول كبيرة، دول مؤثرة، وحضارات أكبر. الرئيس السيسي استهل زيارته بوضع إكليل من الزهور على ضريح مهاتما جاندي في نيودلهي، وده طبعا قبل ما يبدأ في مباحثات موسعة مع كل من وزير خارجية الهند ورؤساء كبرى الشركات الهندية، حطوا تحت دي ملايين الخطوط ورجال الأعمال الهنود. ولو علمت أحجام رجال الأعمال الهنود إذن حدث ولا أي حرج. ومباحثات مغلقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، واستقبلت رئيسة جمهورية الهند السيدة دورباي مورمو السيد الرئيس في القصر الجمهوري بنيو دلهي بطبيعة الحال. أما خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء الهند، فإن فخامة الرئيس السيسي أكد مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين. الرئيس عايز شراكة استراتيجية كبيرة وحقيقية ما بين مصر والهند. خلونا نسمع هذا المقتطف الصوتي. لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري والدفاعي، حيث أكدنا مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين، كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي. كما أوضحت لدولة رئيس الوزراء الفرص والحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحفيز الاستثمار الخارجي، وعربت له عن تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام بضخ استثمارات في مصر. ومن ناحية أخرى، اتفقت رؤانا على تعظيم التعاون القائم في المجالات المختلفة والانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. واتفقنا أيضا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في عدة مجالات أخرى، وعلى رأسها الزراعة والتعليم العالي وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني.